الفاكهة عرفت بشهرتها الواسعة، طعمها الطيب والفريش. بحلقة Special Ingredients أو المكونات الخاصة، شيف رح يعلمنا كيف نعمل أطيب الوصفات من فاكهة الكيوي. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو محضرنا؟ اليوم حنحكي على الكيوي. اوكي. هي الفاكهة المعروفة لونها أخضر، بس هي في عندها كذا لون. كذا لون؟ يعني في اللي بيجي لونه ذهبي، بيجي لونه أخضر فاتح، بيجي أوكي. ذهبي يعني لونه أصفر من جوا. اوكي. بيجي لونه أخضر فاتح، أخضر غامق، حتى فيها أحجام لا صغير وكبير وأكبر مزبوط. شوي. فهيدي هي الكيوي اللي حتى تعتبر أوقات دواء للرشح. رشح 100%. ففيك تعصريها تشربيها عصير عالي كثير بالفيتامين سي. مزبوط. والالياف الموجوده بالبذره تبعها هن اللي بيساعدوا فعلا الجهاز الهضمي على كثير بسهل عمليه الهضم 100%. اوكي. فهلا اول طبق حنعمله هو بافلوفا. بافلوفا عشان نعرف الدسير اسمه بافلوفا. بافلوفا 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 بالال. لا ولا مره. بافلوفا هي كانت رقصه باليه بروسيا. فعملوا الدسير على اسمها هي. ليش؟ لانه كانت كثير خفيفه هواء ومن شو بقولوا من احلى باليرينا بالعالم بالرقص. فلأنها كانت خفيفة بالطريقة بتتحرك، أشخاص عملوا دسير سموها بافلوفا. يعني هذا الدسير خفيف، هذا الحلو خفيف. مية مية، لأنه معمول بزليل البيض. منيح يعني. فكله سوا. ما بنصح كتير يا شيخ. هلا، أنت ما بتسأليني إلي أنا عن نصاحة.